ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده هنعمل البيتي فور. هنعمله بمكونات سهله وبسيطه ومش معقده. مش هنستخدم كميه بيض كتير، هنستخدم كميه سمنه معقوله. بصوا حجمه ما فرش، الرسمه اللي عليه ما اتغيرتش، بجد هيعجبكم جدا، طعمه وريحته في منتهى الجمال. خليكم معايا علشان تشوفوا احنا عملنا البيتي فور ده ازاي. تعالوا مع بعض النهارده هنعمل البيتي فور بطريقه مختلفه عن الفيديو اللي فات. انا في الديسكريبشن بوكس هحط لكم لينك فيديو البيتي فور اللي عملناه، وتعالوا نشوف المكونات معايا. هنا دول 700 جرام من الزبده، اي نوع زبده تفضلوه، تقدروا الوزن بتاعكم يبقى مظبوط. على القالب بتبقى متقسمه 100 جرام 100 جرام، تقدروا تاخدوا منهم الوزن اللي انتوا عايزينه. وانا هنا مستخدمه 700 جرام زي ما قلت لكم، معايا ربع كيلو من السكر البودرة انا طحناه في البيت، ونخلاه كمان. معايا هنا كمان كيلو من الدقيق، وحط عليه رشة بسيطة، ذرة بسيطة خالص من الملح ما بين صباعيني كده. الدقيق ممكن استخدمه كله وممكن لا، فانا هنا الدقيق جنبي هشوف هستخدم فيه قد ايه. معايا هنا بيضة كاملة وعليها صفار بيضتين ومعلقة كبيرة من الفانيليا السايلة. بيضة كاملة وصفار بيضتين. تعالوا بقى نبتدي ونشوف هنعمل ايه في البيتي فور بتاعنا. بالمضرب الكهربائي او بالعجان هبتدي ان انا اخلط شويه كده الزبده لغايه ما افككها شويه من بعض. فككت الزبده شويه، وعلى فكره الزبده هنا انا ما كنتش حطاها في الثلاجه، الزبده كانت بدرجه حراره المطبخ، بس بشرط يكون المطبخ مش سخن. لو هي سايحه خالص ميه يعني، لا هنحطها في الثلاجه تمسك نفسها ساعتين. فككتها وهبتدي ان انا احط عليها ربع كيلو السكر البودرة اللي احنا طحنينه ونخلينه في البيت. لو هتستخدموا السكر البودرة الجاهز يبقى ربع كيلو برضو. هبتدي ان انا ادوبهم كده مع بعض بحيث السكر ما يطرش في وشي، وبعدين اشغل المضرب بتاعي هضرب فيهم لغاية ما القوام معايا يبقى كريمي. كل شوية بنزل على الجناب علشان اتأكد ان السكر معايا مفيش حاجة منه متكتلة تحت اهو زي ما انتم شايفين، واكمل ضرب. هو خلاص يعني قرب يبقى كريمي، لونه افتح اهو شوية. هنضرب فيه يعني 5 دقايق كده ونرجع نشوف هنكمل ازاي. زي ما انتم شايفين الخليط معايا بقى عامل زي الكريم شانتيه، خلاص اهو بقى هش. هبتدي ان انا اجيب البيض زي ما قلت، معايا بيضة كاملة وصفار بيضتين، وحط عليهم معلقة كبيرة من الفانيليا. هحط البيضة الاولانية ومش هنزل بالباقي غير لما البيضة تختفي خالص. هضرب بقى الكلام ده اهو، ولما تختفي البيضة نحط التانية. البيضة اللي حطيناها اختفت، هبتدي ان انا احط الصفار البيضتين التانيين ومعاهم الفانيليا، وهننزل اهو الصفار مع الفانيليا. هبتدي اضرب الكلام ده برضو كويس جدا لغاية ما كل المكونات تمتزج مع بعض. مكوناتنا امتزجت وخلاص انتهى دور المضرب الكهربائي او العجان ايا كان اللي هنستخدمه. وهنبتدي بقى نحط الدقيق، وهنحط الدقيق شوية بشوية. الدقيق حاطين عليه رشة من الملح، هحطه كده حبة بحبة. زي ما قلتلكو ممكن ما ناخدش الكيلو كله. البسكوتات زي ما احنا عارفين مش بنعجنها عجن، احنا بنلفها بس كده بايدينا. وهنشوف هنقسم العجينة بتاعتنا ازاي. هنعمل جزء ابيض وجزء فانيليا يعني، وجزء بالشوكولاتة. خليكم معايا كده عشان تشوفوا قوام العجين او قوام البيتي فور بتاعنا هيبقى عامل ازاي. ده قوام
بيتي فور اهو معايا لسه ملزق. بس قبل ما اكمل كمية الدقيق اللي معايا من الكيلو، هبتدي ان انا اقسم كمية البيتي فور علشان اعمل جزء فانيليا وجزء بالشوكولاتة. فبولة كده واحط فيها جزء كده، هقسم العجينة، حاول ان انا اخليهم قد بعض اهو. هنا هكمل هحط برضو شوية دقيق تاني لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. مش عايزة العجينة تبقى تقيلة قوي علشان اعرف انزلها من كيس الحلواني. والجزء التاني دون انا هحط عليه معلقتين من الكاكاو الخام. هخلص الفانيليا وهوريك وهنعمل ايه في الجزء بتاع الكاكاو. وده شكل البيتيفور اللي بالفانيليا اهو. انا عايزة العجينة تكون طرية كده وبتلزق علشان تنزل معايا من كيس الحلواني. ده الجزء بقى اللي هعمله بالكاكاو. هبتدي ان انا اجيب كاكاو خام بس تكون نوعية كويسة، وهبتدي انزل بيه معلقتين او على حسب اللون اللي احنا هنحتاجه يعني. وابتدي ان انا بقى ايه ادمجهم كده مع بعض برضو بالراحة من غير عجن لغاية ما اوصل للون الحلو بتاع بتيفور الكاكاو. وبكده نكون عملنا البيتيفور اللي بالفانيليا والبيتيفور اللي بالشوكولاتة. والكيلو الدقيق اتبقى معايا منه كوباية، يعني ما خدتوش كله تمام. وقبل ما اكمل كمية الدقيق على البيتيفور الابيض، كنت اسماه علشان اخلي جزء فانيليا وجزء شوكولاتة. ولو حسيتوا ان انتوا الجزء الشوكولاتة دون تقل معاكو او العجينة بقيت تقيلة، ممكن تحطوا معلقة زبدة. نبتدي بقى نشكل البيتيفور بتاعنا. نقدر نشكل بكيس الحلواني او بالقمع بتاع زمان دون. العجينة دي مش هينفع تتشكل بالمكنة، احنا البيتيفور المرة اللي فاتت عملناه بالمكنة، والنهاردة هنعمله بالقمع وبكيس الحلواني. معايا صاج مدهون دهنة خفيفة خالص من الزيت، ممكن كمان ما يعني تستغنوا عن دهنة الزيت دي. وأول حاجة هنبتدي نشتغل بيها هي الفانيليا. هحط العجينة في كيس الحلواني ونبتدي نشكل. انا مليت كيس الحلواني، وكمان يعني هوريكو ازاي بنشكل بالقمع. وانا حاسه ان تشكيل بالقمع بيبقى سهل، فهندخل كده ونبتدي نضغط وهتدينا شكل البيتيفور اهو بكل سهوله. نشكل واحده تاني. مش هنملى الساق كله من الابيض، هنخلي مكان لكام واحده من البني علشان نعرف البني استوى ولا لأ من سوى البتيفور الأبيض. نشكل تاني واحدة تاني من البتيفور بالقمع ده، هتدينا الشكل بكل سهولة. وزي ما قلتلكوا تقدروا تشكلوا بكيس الحلواني أو بالقمع. أنا هكمل باقي البتيفور وارجع أوريكوا الصاج هيبقى فيه جزء أبيض وجزء بني. وادي البوتيفور بعد ما شكلناه. انا خليت في نفس الصاج بالفانيليا وبالشوكولاتة علشان اعرف البوتيفور اللي بالشوكولاتة استوى هياخد نفس سوى البوتيفور اللي بالفانيليا. هدخل الفرن على تكون الفرن سخنة، يدوب ياخد لون خفيف خالص من تحت. انا مش عايزة البوتيفور ياخد من لون من فوق، فيدوب بس ياخد لون ذهبي من القعر. هدخله على فرن سخنة درجة حرارة 180 الرف الوسطاني، مش هيكمل 10 دقايق، ربع ساعة بكتير، ونطلعه. تعالوا بقى كده نشوف البيتي فور بعد ما طلع من الفرن. ما اخدش 10 دقايق في الفرن، زي ما انتم شايفين ما خدش لون من فوق. انا هوريكم التسوية بتاعته اهو، من تحت واخد لون دهبي حلو، من فوق مش واخد لون. نفس تسوية البيتي فور اللي بالفانيليا هتكون تسوية
البيتي فور اللي بالشوكولاتة عشان احنا حاطينهم في نفس الصاج مع بعض. فانتوا لما تيجوا تسووا البيتي فور حطوا جزء ابيض مع جزء من الشوكولاتة علشان تعرفوا التسوية المظبوطة بتاعتكم، وبجد التسوية بتاعته حلوة جدا. انا هقدمه معاكم، انا مش هزينه، انا كنا زينا مع بعض البيتي فور والسابليه، فالطريقة بالنسبة لكم والشكل اللي انتوا تفضلوه انا هقدمه زي ما كانوا اهالينا بيقدموه زمان. هحطه زي ما هو كده، هقدمه واوريه لكم. وبكده نكون عملنا البيتي فور الفانيليا والبيتي فور الشوكولاتة بكل بساطة وبكل سهولة. مكونات موجودة كلها في البيت. ما تنسوش ان البيض يبقى بدرجة حرارة الغرفة، الزبدة مش عايزينها تبقى سايحة على الاخر، لو انتوا حاسينها ان هي سايحة زي المية كده لا، هنحطها في الثلاجة ساعتين درجة حرارة 180. مش هنشغل الشواية، مش عايزين البوتيفور ياخد لون من فوق، يدوب يبقى واخد لون ذهبي كده بسيط من تحت. التزيين زي ما تحبوا، وانا هسيب لكم لينك البيتي فور اللي كنا عملناه قبل كده ولينك السابلي، تقدروا تشوفوا منهم افكار وتقدروا تزينوا بالطريقة اللي انتوا تحبوها. انا هنا شكلت البيتي فور بتاعي بالقمع زي ما كانوا اهالينا زمان بيشتغلوا. انتوا تقدروا تشتغلوا بكيس الحلواني. الفيديو اللي فات كنا عملنا البيتي فور بالمكنة، تقدروا يعني تتفرجوا على الفيديو ده وتتفرجوا على الفيديو ده والطريقة اللي تناسبكم تشتغلوا بيها. كل سنة وانتم طيبين، واستنوني فيديو جديد. باي باي.